أنا اليوم بعمان وأمي في دبي بس أكيد قبل ما أسافر صبحت عليها وبسديدها وقلت لها الله يطولك يطولنا بعمرك الأم. رح نبكي بعد شوي. أنا لحالي بدراما. الله يحفظ أمهاتنا. أنا من الأشخاص اللي بحترم أمي كتير لأنه توفى والدي وإحنا صغار، كان أنا عمري 13 سنة، وكانت مخيرة بأنها تروح تكمل حياتها أو أنها تضل معنا وتربينا. فربتني أنا وإخواني السبعة، عزوتي سبع شباب، وخلقت منا قصص نجاح. إحنا بنفتخر فيكي ومحظوظين أنه عنا أم مثلك. الأم بتلم والأم دايما وجودها غير. أنا كثير بحب أمي، والله يطول بعمرها ويطول بعمر أمهاتكم كلياتكم. معنا اتصال من واحدة ما بنعرف اسمها. طيب نقول ألو. ألو، أهلا وسهلا. أهلا، صباح الخير. أوه شو رح أبكي هلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. أهلين حبيبتي ماما، كيفك؟ طبعا ماما على الخط. شو هالمفاجأة، شوف عيوني دمعت، شو أخبارك؟ مع أنه إحنا دائما لسه مودعتها أنا مبارح. يسعد صباحك ماما. الله يسعد صباحك ويرضى عليكي ويوفقك حبيبتي. أهلين هلا. حبيبتي أنا يعني لسه بشكر عم بحكي للمستمعين، وأنا بتعرفيني يمكن بعبر هيك بطريقة مختلفة دائما عن محبتي. أنا وأمي طبعا كتير صحبات، فالصحبة بتتخللها بعض المشاغبات، لكن كنت عم بخبرهم قديش إنه أنتي أم إحنا فخورين فيها، وأم مضحية، أم ربتنا إحنا ثمان أشخاص، سبع شباب وأنا هالصبية، وضحت كتير عشاننا، ولولا أمي إحنا ما وصلنا للي إحنا فيه اليوم، وإحنا بنفسك وبوجودك بنسعى وبنمشي، وبرضاك علينا ربنا دائما موفقنا. حبيبتي الله يرضى عليك انت واخوانك، وانتو شمس حياتي ونورها، والله لا يخلي اياكم، وما بدي الا تكونوا مبسوطين، وبدعي لكم دائما، وبدي اهم اشي توصي كل الصبايا والشباب انها ما يستعملوا التليفونات وهم بالسوق، واولهم انت. حاضر. لازم 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 هذا شغل يا ماما، شغل شغل الله وحياة الله. لا لا مش شغل، يعني كلكم كل شباب اليوم الله ما تحرقوا على الإمايات، يعني ما بتحسوا قديش بتكون متعذبة، يعني لو لا سمح الله جرح صغير يصيب واحد من أولادها. حبيبتي الله يساعدك إن شاء الله. حاضر، ويخلي كل الشباب ويخلي إماياتهم يا رب يا رب. تأمري أمر، وأحلى مفاجأة من فريق راديو هلا. يعطيكم العافية شباب الإعداد، وماما يسعد صباحك بدبي. أكيد إخواني ما رح يقصروا معاكي، أنت وجودك كل يوم عيد، وإحنا ما بنستنى يوم لنحتفل فيكي، أنت عارفة. الله يديمك ست الكل، يرضى عليك ودير بالك على حالك. الله يسعدك، شكرا كثير. الله يسعدك، يلا كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير ماما، الله يسعدك. شكرا شكرا. يعني دمعتوا لي عيوني هالصبح. أمي كتبت لي عبارة ما بنساها بحياتي، كتبت لي اياها بوحده من اعياد ميلادي على ورقه هيك، لهلا عندي اياها الورقه، صار لها اكثر من 10 سنين وحافظه بالضبط شو كاتبه. كتبت لي: كوني كما اردتك في يوم مولدك الاجمل 6/11. الانسان الاجمل والاقدر على اجبار عجله الحياه انت على اجبار عجله الحياه على ان تسير كما تريدين، والله اسال ان يوفقك في كل خطوه وكل نفس. يعني هاي العبارة حفظتها مثل اسمي ومحتفظة بالورقة لهلا. في أشياء كتير صغيرة من أمهاتنا بتعيش معنا للحظات كتير طويلة وبهالحياة، فأمهاتنا بيقسوا علينا مرات بس لمصلحتنا، لكن تأكدوا ما في أحن ولا أطيب ولا أروع من الأم. يا أمي حبك بدمي تنسيني همي. قلبي صار يدق كتير. كمل